تحكم انت طفله وتتزوج مع انتريو مجرم منحرف، تقول علاش زوجته؟ ودي صراحه داروا دراسات تقول لك يوفر لي الحمايه، يحميني مهم، وفر لي الحمايه. علاه يوفر لي الحمايه؟ بصح هذا منحرف مجرم لا يخافوه، فرق بين يقدروه ويخافوه. تقول لك نقبل باللي يخافوه، نقبل باللي يخافوه وما يهمنيش اللي يقدروه، لانه ما نقدرش نبني على اللي يقدروه، ما نقدرش نبني على اللي قادر، نبني على اللي يخافوه. بعد واش يولي؟ يولي الفتيات تلقاهم مع مجرمين يقول لك لانه هذا اللي يحميني. بيان سور الانسان اللي عنده دراهم وبالحرام وبالمخدرات وغيره ويتسابقوا باش يتزوجوا معاه، علاه؟ يقول لك حمايه. منين تجيب الحمايه؟ المال، عنده سلطه المال. يقدر يحميني. هادو حنا احيانا نتصرفوا بلا ما نفكروا فيهم، عاطفيين، نميلوا للقوه، ناس تيمنوا الحمايه، ناس دائما ساكنهم الخوف ويحبوا التامين، وبالتالي واش يصرى؟ يبدا دائما المجرم يبداو يشوفوا فيه بطريقه تاع باللي هذا قوي، هذا ما يخافش، هذا شجاع، وبعد هذه معايير غلطه.